شهدت محافظة أسوان إطلاق قافلة طبية مجانية بمنطقة جبل تقوق ضمن مبادرة حياة كريمة. وتضم القافلة 10 تخصصات طبية ومعملين للدم والطفيليات والأشعة العادية وصيدلية يتوفر بها أكثر من 130 صنفا من الأدوية تصرف بالمجان لجميع المترددين على القافلة. كما تم تحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء العمليات الجراحية. خدمة القوافل العلاجية المتنقلة هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل للوصول بالخدمة الطبية لأهلنا وناسنا في المناطق المحرومة والأكثر احتياجا والمناطق البعيدة عن الخدمة الطبية. احنا بننفذ القافلة الطبية النهاردة في قرية جبل تقوق التابعة لمركز أسوان على مدار يومين. القافلة العلاجية عبارة عن مستشفى ميداني متنقل، احنا بنضم 10 تخصصات طبية مختلفة. بيتوجه المواطن للحصول على الخدمة الطبية في القافلة، بيقوم بتوقيع الكشف الطبي على المواطن الدكتور الأخصائي أو الاستشاري في كل تخصص. معنا معمل الطفيليات، معنا معمل الدم، معنا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف.